واحد من الأحباب يقول أنا من الطائف وجتني مقابلة للترقية في الرياض، فقالوا اركب طيارتك وروح الرياض لحضور هذه المقابلة وارجع في نفس اليوم. حجزت التذكرة ورحت المطار وركبت الطيارة وأنا جالس متوتر أنتظر هالمقابلة، شو بيسألوني فيها، شو بيصير فيها. والتوتر شيء فطري طبيعة يعيشها الإنسان إذا دخل اختبار. يقول أراد الله عز وجل أن جالس جنبي ولد صغير وجنبه أبوه، فطلبوا الأكل، فالأبو يقول لي ما تأكل شيء؟ قلت له ما أقدر أكل، ما عندي إلا هالثوب، أنا جاي مقابلة، بروح المقابلة، بخلص المقابلة برجع لي الطايف في نفس اليوم، فما ودي ملابسي تتوسخ ولا يصير حاجة ولا شيء فيني مشكلة. يقول وأنا متوتر والولد الصغير يأكل ويشرب ويلعب وبنشاط زايد، سكب علي العصير من غترتي لين ريولي وأنا أشعر بالعصير. أبو تلوم وصرخ وعصب وقلت له لا لا قدر الله وما شافع. رفضت أن يعاتبه الأب وقلت له هذا قدر من الله سبحانه وتعالى نتصبر عليه. يقول لما نزلنا من الطيارة في المطار أنا تلوم لأن ملابسي وصخ، ركبت تاكسي ورحت لي أقرب مسجد لمكان العمل مكان المقابلة. دخلت المسجد تغسلت وصبيت ماي على ملابسي ورحت المقابلة وأنا منحرج من هيئة الملابس. يقول دخلت المقابلة وإذا بي أتفاجأ أن الثلاثة الذين أمامي في المقابلة اللي بيقابلوني اللي جالس بالنص هو والد ذلك الصبي. يقول قام واحتضني وجلسني، فقلت له بش تسألون شيء؟ قال لا أنت نجحت خلاص، اللي قدر يمتص غضبي في الطائرة ويتحمل تصرف أهوج أو خاطئ من طفل ما يعرف له ما يعرفه ولا يعرف له ولا يقرب له ولا ولا ولا, ولا. معناها قادر على أن يكون إداريا ناجحا في شركاتنا ويحقق بإذن الله عز وجل ما نريده منه. سبحان الله، أراد الله عز وجل له أن يكون ذلك الاختبار نجاح له في المقابلة. أحيانا تصيبك بعض الأمور، يأتيك بعض الشيء مما يشعرك بالضيق والضجر، أنت لا تعلم أن الله عز وجل يخبئ لك خلف هذا الحدث أمر خير يفيدك وينفعك بإذن الله عز وجل في أمور دنياك وفي أمور دينك أيضا بإذنه تبارك وتعالى. لذلك استبشر، أمر المؤمن كله له خير، هكذا تعلمنا من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دائما خلك مستبشر فرح مسرور متيقن أن الله عز وجل لا يخذل عبده وأن الله عز وجل سيكتب لك الخير حيث كان. أحبكم في الله، لا تنسونا من الدعاء. يا سلام عليك، يا سلام عليك.